بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم في كل لمحة ونفس عدد من واسع علم الله. أما بعد، من فقه السادة الشافعية كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد أبي شجاع الأصفهاني رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما في الدارين آمين. فصل في الحوالة. والحوالة هي عقد من العقود، ممكن تقول حوالة ممكن تقول حوالة، وهي رخصة بيع دين بدين. يعني معناها ايه؟ لو كان في دين لي عليك، كويس، دين لي عليك وانت لك دين على فلان، فاذا طالبتك انا بديني الذي لي عليك وأنت لك دين على فلان بنفس القدر، لك أن تحلني على فلان مرة واحدة. تقول إيه؟ أحلتك بديني على فلان، واخد بالك، بدينك علي لديني على فلان، كويس. فيبقى بدل ما إيه يعني تدين أنت الدين وتاخد الدين من فلان، تبقى المسألة مرة واحدة. فهمت بقى إزاي يعني يحصل إحالة؟ يعني هم ثلاث أفراد، الثلاث أفراد دول منهم فردين كل واحد يدين الآخر، كويس، بدين. فممكن واحد من هؤلاء اللي هي لي دين يحيلك بالدين اللي على فلان. يعني أنا لي أخد منك الدين الفلاني ده، كويس، لأن أنت استدنت مني، أخذت مني مثلا 1000 جنيه، وانا اخذت مثلا 1000 جنيه من فلان من الاستاذ، كويس. فانت بتيجي تطالب المحيل بدينك الذي تريده. يعني انت يعني انا اخذت منك 1000، انت عايز تاخد مني 1000، وانا كنت اعطيت 1000 للاخر، فأقوم أنا أحيلك للآخر فتاخد منه مباشرة. في الحالة دي أنا اسمي إيه؟ محيل. أنا اسمي في الحالة دي المحيل، وأنت اسمك محال أو محتال. محال أو محتال يعني وقعت عليه الإحالة، واخد بالك إزاي؟ والأخير اسمه المحال عليه. فهمت بقى إزاي؟ يبقى هي تلاقي ان عقد الحوالة يبقى فيه محيل ومحال او محتال ومحال عليه، والدين اللي هو المحال به، كويس، خدت بالك ازاي؟ فهل هذا بقى هذه الصورة تسمى بيع دين بدين؟ يعني في دين بيني وبينك، وفي دين بين فلان وبيني، فانا بعت لك الدين بتاعي بالدين المقابل لي على فلان، فهل ده بيع دين بدين؟ والنبي نهى عن بيع دين بدين، النبي نهى عن بيع دين بدين. فإذا كانت هي بيع دين بدين تبقى رخصة، لأنها على خلاف الدليل بعذر، تبقى إيه؟ من باب الرخص. لو إحنا وصفناها أنها بيع فهتبقى بيع دين بدين، واخد بالك؟ دين المحيل باعه بإيه؟ بدينه على المحال عليه. فهمت بقى المسألة؟ لو احنا وصفناها أنها عقد بيع فهتبقى بيع دين بدين، وتبقى في الحالة دي على خلاف الدليل لعذر، لأن الدليل أن بيع الدين بالدين منهي عنه حرام، لكن الحوالة النبي قال في الحديث الصحيح
مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، يعني المماطلة في تسديد الديون الحالة وأنت عندك ما تستطيع أن تسدده هذا يعتبر ظلم. كويس، المطل الغني ظلم. وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع أو فليتبع، الحديث في الصحيح أو النبي أجازه بنص كلام النبي. مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء يعني على غني، مليء يعني غني، فليحتل يعني فليقبل. وفي رواية وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع أو فليتبع، يبقى في أتبع وفي أحيل، يبقى النبي أجازها بالرغم أنه نهى عن بيع دين بدين، يبقى النبي أجازها كرخصة. واضح؟ وقيل عند الشافعية إن توصيفها استيفاء حق وليست بيع، استيفاء حق وليست بيع. يبقى عندنا وجهين في توصيف الحوالة في مذهب الشافعية، وجه وهو المشهور أنها عقد بيع فيها بيع دين بدين وهي على خلاف الدليل لعذر فهي رخصة. وجه تاني قال لك لا ده مش عقد بيع خالص، ده استيفاء حقوق. ودليلهم ايه؟ انها لا تقبل الإقالة بالإجماع، وعقود البيع تقبل الإقالة. فإذا احنا قلنا عليه عقد بيع تبقى المفروض تقبل الإقالة، لكن هي لا تقبل الإقالة. واضح؟ فكونها لا تقبل الإقالة جعل في وجه يقول لك ان هي ليست عقد بيع بل هي استيفاء حق. فهمت المسألة؟ وعلى اي حال الوجهين في المذهب موجودين، انها استيفاء حق او بيع دين بدين. فيقول هنا في الحوالة او الحوالة هي بفتح الحاء وحكي كسرها، يعني كونه يقول لك وحكي كسرها كأن الفصيح تبقى بالفتح، وهي لغة التحول يعني الانتقال، وشرعا نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. يعني أنا قلت لك إن أنا هنا المحيل أو أنت ليك في ذمتي 1000 جنيه وأنا ليا 1000 جنيه في ذمة الطرف الثالث. كويس، فأنا برأت ذمتي قبلك وشغلتك أنت بإيه؟ بالدين اللي أنا المفروض إن أنا آخذه من فلان فأحلتك عليه. يبقى هنا بيسموها إيه؟ نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. والمحتال خلاص هو هياخد حقه، بس هياخد حقه مش هياخده مني، هياخده من الطرف الثالث. واضح؟ ما هو المليء، ما هو قال إذا أتبع أحدكم على مليء، مليء يعني إيه؟ يعني مش مفلس. طبعا ما طبعا طب. طيب أنت لك أن تقبل أو لا تقبل. لو أنا أحلتك على، لو أحلتك على مليء يبقى تقبل، لكن لو أحلتك على مفلس يبقى ترفض وتفضل ذمتي أنا مشغولة معاك. فهمتني بقى إزاي؟ يعني مفيش إلزام لك إلا لو كان مليء، ومش كده وبس، ولازم يكون الدين حال. يعني أنا افرض إنك أنت دينك ليا معاده الشهر ده، والآخر حيسدد، حسدد له أنا أو حيسدد لي أنا بعد سنة، فما ينفعش تقبل الإحالة. ليه؟ لأن أنت كده هتتأخر. فلازم يكون دين الطرف اللي أنا هحيلك عليه حال ودينك أنت حال. واضح؟ علشان ما يبقاش فيه ظلم ولا فيه غبن لأي طرف من الأطراف. يعني ما ينفعش إن أنا أحيل بدين آجل، بدين عاجل على دين آجل، ما ينفعش. فدي الشروط. فهمت بقى المسألة؟ طيب لو أنا أحلتك عليه وهو مليء بدين عاجل ودينه أيضا عاجل، يعني دخل المعادية، وكان وقت الإحالة مليء فأنت قبلت ثم أفلس، فعلى ما رحت له كان أفلس، ليس لك أن تعود عليه.
لان وقت الاحاله كان مليء. طيب، طب لو بعد الاحاله، لو قبل الاحاله، لو قبل الاحاله كان مفلس وانت قبلت، واخد بالك، لا تعود علي برضه لتقصيرك لانك كنت تسال. فهمت ازاي؟ طب افرض هو مليء، انت غير ملزم انك تقبل حتى ولو مليء، لكن يسن لك ان تقبل من باب التيسير. يبقى المحال المحتال يسن له ولا يجب ان يقبل الاحاله، لا يجب في حقك ان تقبل، لكن يسن. فان قبلت برئت ذمتي ولا تعود علي حتى لو افلس بعد عقد الاحاله. فهمت المساله؟ فهنشوف المساله. هو الحديث اصله في الصحيحين، الحديث في البخاري في صحيح مسلم، مطل الغني ظلم. النبي بيقول كده صح، مطل الغني ظلم. يعني اما تبقى انت، انا استلفت منك وجاء وقت الاداء وانا عندي فلوس واجي اعتذر لك واجل، يبقى انا كده ظالم. فهمت ازاي؟ دخلت انا في زمره الظالمين، المماطله دي وانا عندي غير معسر، ده ظلم. واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع او فليتبع. مليء يعني غني مع اموال، يعني احنا تجار مع بعض في السوق، واخد بالك ازاي؟ انا اخذت منك والتاني اخذ مني، واحنا تجار بنتاجر مع بعض. انا اخذت منك 100,000، واخد بالك ازاي؟ وفي نفس الوقت اعطيت لفلان 100,000، فانت جيت بتطالبني على اني هسددهم لك بعد شهر، والتاني هيسددهم لي بعد شهر. فجاء الشهر ده خلص، فاتصلت بيا، فين ال 100,000 بتوعي؟ فقلت لك خدهم من فلان بدينه علي، وانت عارف وانت راجل تاجر في السوق ان التاني ده مليء، راجل معاه اموال وراجل سمعته كويسه، واخد بالك ازاي؟ فتقول قبلت، ويبقى ايه في الحاله دي؟ تروح تطلبه. فاذا اتبع احدكم على مليء، لكن لو اتبعتك على مفلس وانت عارف انه مفلس ما يتقبلش، تقول لي ده مفلس. فهمت ازاي؟ ما تقبلش، تفضل ذمتنا مشغوله. لكن لو قبلت وهو كان مليء، يبقى انا ذمتي برئت قبلك، ومالكش تكلمني تاني، كل كلامك هيبقى مع الاخر. فهمت بقى المساله؟ ايوه، لان على سبيل الايه، على سبيل التيسير في المعامله، وسبيل التيسير في المعاملة كونها في معاملة مالية، دي قرينة تصرف الأمر على من الوجوب إلى الاستحباب، واخد بالك؟ لأنها مش عبادة، دي معاملة مالية، والمعاملة المالية أنت حر التصرف في مالك، واخد بالك؟ فلما يجي لك أمر يأمرك في شيء أنت حر التصرف فيه، معناه هذا الأمر توجيه وليس على سبيل الإلزام. فدي قرينة تصرف أمر فليتبع من الوجوب إلى الاستحباب. واضح؟ فهنا بيقول إيه؟ وإحنا قلنا إن توصفها إما أنها عقد بيع أو أنها عقد استيفاء حقوق. لكن لو قلنا إنها عقد بيع، يبقى عقد بيع يستثنى من عقود البيع كلها إنه لا يقبل الإقالة. واضح؟ لأن أي عقد بيع يقبل الإقالة، وهنبقى ندرس بعد كده الإقالة والنظام. فبيقول هنا شرعا نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وشرائط الحوالة 4 أشياء، أحدها رضا المحيل وهو من عليه الدين لا المحال عليه، فإنه لا يشترط الرضا في الأصح. لازم أنا أكون راضي، مش أنت تقول لي وتروح إيه من نفسك من قبل أنت تطالبني بدين بالدين بتاعك ليا، تروح من نفسك لان انت عارف ان فلان هيسددني، تروح انت من ورايا. لازم تاخد رايي، لازم برضاي انا. فهمت ازاي؟ لازم رضا المحيل وهو من عليه الدين لا المحال عليه، انما الطرف الثالث المحال عليه ده لا يشترط رضا خالص، لانه هيسدد هو مش خسران حاجه، هو بدل ما هيديني هيديلك بس،
فهمت ازاي؟ فهو مش خسران حاجة. فبيقول هنا رضا المحيل وهو من عليه الدين لا المحال عليه، فإنه لا يشترط رضاه في الأصح. المعتمد انه لا يشترط رضا، مقابل المعتمد انه يشترط رضا المحال عليه. وده مذهب الأحناف، مذهب الأحناف يشترط رضا المحال عليه اللي هو الطرف الثالث، يشترط رضا كمان. واضح؟ لكن الشافعية في المعتمد لا يشترط رضا المحال عليه. واضح؟ ده المعتمد الأصح، ولهم وجه يشبه الأحناف. طيب لما بقى المحال عليه لا يشترط رضاه، ينبني عليها صحة الإحالة على الميت. يعني الميت واخد بالك كان استدان وإيه وأخذ دين من فلان، ذمته مشغولة بالدين. يعني الطرف الثالث ده افرض انه مات، اللي انا هحيلك عليه افرض انه مات، هذا الطرف الثالث، لكن استدان في حال حياته فذمته مشغولة حال حياته. فهمتني ازاي؟ فيجوز ان انا احيلك عليه وهو ميت بالرغم ان ذمته انقطعت بموته، لان ذمته انقطعت في المستقبل مش في الماضي، وبالتالي تقدر تاخدها من التركة، هياخدها من التركة مش من الورث، ياخدها من قبل، لان التركة بيؤخذ منها الديون، فهي دين على التركة. اللي بيتبقى بعد الديون والوصايا اسمه الارث. فهمتني بقى ازاي؟ يبقى على مذهبنا يجوز الإحالة على الميت، لكن على مذهب الأحناف لا، لأن مذهب الأحناف يشترط موافقة مين؟ للمحال عليه، والمحال عليه مات، هجيب موافقته ازاي؟ فهم؟ فينبني الفرق بين مذهب الشافعية وبين مذهب الأحناف في الإحالة على الميت. فهمتني المسألة؟ وهي أيضا وجه ضعيف عند مذهب الشافعية اللي هو مذهب الأحناف، ده يعتبر وجه أيضا عند الشافعية إلا أنه غير معتمد، يعني ليست عليه الفتوى. فهمت المسألة؟ وهل رضا المحيل هنا داخل في الصيغة؟ ولما أقول أحلتك على فلان ده إجاب، فمعنى أن أنا موافق، وكونك أنت تقول قبلت يبقى أنت قبلت. فهمتني إزاي؟ أحلتك بديني على فلان، بدينك علي إيه؟ على أن تستوفي من ديني على فلان، فأنت تقول قبلت. واضح الكلام؟ فهل الإيجاب في العقد ده هو ده دليل على رضا المحيل، وبالتالي تبقى رضا المحيل دي شرط وليس ركن، لأن احنا قايلين أن من أركانها يعني من أركان عقد الحوالة الصيغة مع المحال والمحتال والمحيل والمحال به، واخد بالك ازاي؟ اللي هو الدين نفسه. فبيقول هنا شرائط الحوالة أربعة أشياء، أحدها رضا المحيل وهو من عليه الدين لا المحال عليه، فإنه لا يشترط رضاه في الأصح. كويس؟ ومقابل الأصح يشترط رضاك الأحناف، وحيظهر الفرق في الوجهين، إن هنا يصح الإحالة على الميت والتاني لا يصح الإحالة على الميت. واخد بالك؟ هيظهر الفرق في الحتة دي بس. والثاني قبول المحتال وهو مستحق الدين على المحيل. المحتال اللي هو الطرف الثاني بقى، فهمتني بقى زي اسمه المحتال لان وقعت الإحالة عليه. واخد بالك؟ والثاني قبول المحتال وهو مستحق الدين على المحيل. والثالث الشرط الثالث كون الحق المحال به مستقرا في الذمة، لازم يكون الحق ده مستقر في الذمة. يعني مستقر في الذمة يعني ثبت في الذمة. والتقييد بالاستقرار موافق لما قاله الرافعي، لكن النووي استدرك عليه في الروضة، وحينئذ فالمعتبر في دين الحوالة أن يكون لازما أو يؤول للزوم. يعني لازم يعني إيه؟ يعني هندي لك مثال، افرض المهر بعد الدخول صار لازما، انما المهر قبل الدخول يؤول للزوم. فهمت؟ او مثلا الثمن في عقد البيع
قبل قبض المبيع يؤول للزوم ولكن ليس مستقر في الزمن، او الثمن اللي تدفعه في عقد البيع في زمن الخيار يؤول للزوم بعد زمن الخيار، لكن في زمن الخيار غير مستقر في الزمن. فهمت بقى المسألة؟ فيبقى يا اما يكون لازم او يؤول للزوم، انما لما يبقى المسألة لسه مساومة ما حصلش استقرار في الذمه ولا يؤول للزوم، يبقى ما ينفعش الحواله على مثل هذا. لازم يا اما يكون مستقر في الذمه يا اما يؤول للزوم. واضح؟ زي مثلا عقد الايجاره، احنا عملنا عقد ايجاره فانت انتفعت بالايجاره ولم تدفع، يبقى كده صار مستقر في الذمه. يعني انت هتأجر مني الشقه لمده شهر، سكنت الشهر دخلت وما دفعتش الفلوس، يبقى هنا صار الدين ثمن الايجاره مستقر في الذمه. فهمت؟ طيب انت دفعته مقدم قبل ما تسكن مع اول يوم، يبقى يؤول للزوم بعد مرور الشهر، لانك انت لو جيت في اثناء الشهر وقلت لي انا مش هسكن هديك الباقي. فهمت بقى المساله؟ يبقى في حاجه تؤول للزوم وفي حاجه تبقى مستقرة في الزمن. المستقرة في الزمن اللي هي لا رجعة، خلاص فيش رجوع. اللي يقول للزوم اللي يبقى في أثناء الاتفاق أو قبل استيفاء المنفعة كعقد الإيجار قبل استيفاء أو مثلا كثمن المبيع في وقت الخيار والصداق قبل الدخول، ده يقول للزوم لكن ما استقرش في الزمن. واضح؟ فهمت المسألة دي؟ عشان كده الإمام الرافعي بيقول إيه؟ والتقييد بالاستقرار موافق لما قاله الرافعي، لكن النووي استدرك عليه في الروضة. قال له لا، مش شرط يبقى مستقر في الذمة يا إمام يا رافعي. أنت ليه بتقول مستقر؟ ده كلام الإمام النووي بيستدرك على الإمام الرافعي في الروضة. ده إذا كان غير مستقر في الذمة لكن يقول للزوم ينفع كمان. يبقى استدرك عليه الإمام النووي قال إيه؟ ليس المستقر في الذمة فقط، بل كل ما يقول للزوم ايضا يصح انه يبقى محل عقد. فهمت الفرق بين ترجيح الامام النووي؟ يا اما بقى الامام الرافعي يقصد المستقر في الذمه اللي هو اللازم او ما يقول للزوم، ويبقى ساعتها ما فيش خلاف. يمكن الامام الرافعي كان يقصد المستقر بالذمه اللي هو اللازم او ما يقول للزوم، لكن الامام النووي لما ابتدى يلخص كلام الامام الرافعي او يشرحه فهم المستقر في الذمه فخرج منه ما يقول للزوم، فاستدرك عليه قال لا ما يقول اللزوم. لكن يمكن لو الامام الرافعي عايش ما كانش مات، والامام النووي بيستدرك عليه يقول يوم يرد على الامام النووي يقول له ما انا قصدي اللي مستقر في الذمه اما ان يكون لازما او ما يقول للزوم. فهمت المساله بقى ازاي؟ فهي مجرد تفاصيل. والرابع اتفاق ما، اي الدين الذي في ذمه المحيل والمحال عليه في الجنس والقدر والنوع والحلول والتأجيل والصحة والتكسير. يعني لازم كمان ان يبقى الدين بتاعك في حقي هو من نفس جنس الدين اللي ليا عند فلان اللي احيلك عليه. يعني ما كنش انا واخد منه دولارات وانت واخد مني مصري واحيلك عليه. فاهم؟ ما كنش انت واخد منك انا مثلا مال واخد منه بضاعة وبعدين احيلك عليه ببضاعة، ما ينفعش. لازم من نفس الجنس ومن نفس النوع، ومش كده وبس، وفي نفس الحلول والتأجيل. يعني معاد استيفاء دينك علي شهر رمضان وانا في نفس الوقت معاد استيفاء ديني عليه في شهر رمضان، يبقى كده تمشي، لان انا هحيلك في نفس الموعد، يبقى انت كده مش هتتعطل. علشان كده يقول لك الرابع اتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والقدر والنوع والحلول والتأجيل والصحة والتكسير، لأنه كان زمان في دراهم مكسرة ودراهم إيه صحيحة بسبب الاستعمال. يعني يقصد أنه إيه بنفس الحال. وتبرأ بها عقد الحوالة، ثمرة عقد الحوالة بقى إيه؟ الثمرة بتاعته إيه؟ النتيجة بتاعته؟ تبرأ بها ذمة المحيل، يبقى ذمتنا برئت من ناحيتك خلاص، كأن أنا سددت لك الدين، بالرغم أن أنا ما أبطركش. ليه؟ لأن أنا حولتك على فلان، وفلان ده كان المفروض يسدد لي، فأنت هتاخد منه بدل ما يديني أنا وأديهولك،
اقوم عامل خطوتين فبقت خطوه واحده، هو يديهولك مره واحده. واضح؟ تبرأ بها اي الحواله ذمه المحيل اي عن دين المحتال، ويبرأ ايضا المحال عليه من دين المحيل، والمحال عليه اللي هو الطرف الثالث هيبرأ كمان من دينه في قبلي. يبقى انا ديني قبلك انا برئت منه، ودين المحال عليه يبرأ تجاهي، ويظل ذمته مشغوله للمحيل، للمحتال يعني او المحال عليه. ويتحول حق المحتال الى ذمه المحال عليه حتى لو تعذر اخذه من المحال عليه بفلس طرأ عليه بعد الحواله. اللي لو الفلس طرأ عليه بعد الحواله يبقى بقى ايه؟ يبقى ده لا ينقض عقد الحواله. ليه؟ لان انا وقت الاحاله لما احلتك عليه كان لم يكن مفلسا. واضح؟ وعشان كده يقول لك ايه؟ حتى لو تعذر اخذه من المحال عليه بفلس، يعني طرأ عليه بعد العقد، بعد الحوال، او جحد للدين ونحوهما لم يرجع على المحيل. افرض التاني جحد الدين بتاعه ليا، لان مثلا ما كناش كاتبين اوراق والتاني ذمته واسعه، فقال له لا، مين قال لك؟ ده ملوش عليا ديون، جحد. يبقى ساعتها التقاضي بينك وبين هذا الطرف، وانا برئت من المساله، كل التقاضي هيتم بينك وبين الطرف اللي بيجحد، ويبقى البينه عليه وعليك وشغلانه، ويخش القاضي واليمين على من انكر والبينه على المدعي وهكذا، ونخش القضيه ده. يبقى حتى لو تعذر اخذه من المحال عليه بفلس او جحد للدين ونحوهما لم يرجع على المحيل، ولو كان المحال عليه مفلسا عند الحواله. طب لو كان بقى مفلس وقت العقد وجاهله المحتال فلا رجوع له ايضا على المحيل. فلا رجوع له على المحيل. ليه؟ لتقصيره، لانه كان ممكن يستبين ويسأل. فهمت؟ يعني احنا عندنا لو كان مفلس وقت العقد يبقى لا تقبل، ولا يصح الاحاله على المفلس وقت العقد. لان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اذا اتبع احدكم على مليء، مليء يعني غير مفلس. واضح؟ طب لو كان مفلس وقت العقد يبقى لا تصح الاحاله عليه. لكن لو لم يكن مفلسا وقت العقد لكن بعد الاحاله صار مفلسا، صحت الاحاله وبرئت ذمه المحيل. طيب لو كان مفلسا وقت العقد وانا عرضت عليك وانت قبلت وانت تعلم انه مفلس، او لا تعلم واتضح لك انه مفلس، تصح؟ ليه؟ لتقصيرك، لانك انت لم تستبين، كان حقك تروح تسأل. فهمتني بقى المسألة؟ ولو كان المحال عليه مفلسا عند الحوالة وجاهله المحتال فلا رجوع له أيضا على المحيل، يعني لتقصيره بترك الفحص. زي بالظبط لما تروح تشتري بضاعة وتشتريها بأكثر من ثمنها، وقابلت ودفعت، مالكش إنك أنت ترجعها. واخد بالك ازاي؟ ليه؟ لانك انت قصرت، ليه ما سالتش عند غير وغير وغير؟ انت اللي تسرعت. فهمت بقى المساله؟ والله تعالى اعلى واعلم. ايوه. لو علم المحال بفلس المحال عليه وقبل وسامحه، هل ممكن يحسبها من الزكاه؟ من باب المسامحه؟ ليه؟ لانه تعتبر ايه بقى من الغارمين. لانه يبقى غارم، يحسبها من زكاة ماله ويتصدق بها. يقول للزوم يعني ايه؟ يعني زي اديت لك مثال، لما نكون متفقين ان انا هشتري منك حاجه معينه، كويس، واديتك ثمنها، وفي زمن خيار، واخد بالك، فتره خيار يومين ثلاثه اربعه، فالثمن اللي في ايدك ده، واخد بالك ازاي، مش ملكك 100% وانت بائع. ليه؟ لان ممكن ان انا ارد لك البضاعه واقول لك اديني الفلوس. فالعقد هنا يقول للزوم بس بعد زمن الخيار، ولكن ليس لازم الان. ده يقول زي برضه زي الصداق قبل الدخول، الصداق قبل الدخول
قد لا يقول للزوم، لانه لو طلق هياخد نص الصدقة كده برضه، لكن لو دخل صار لازم واستقر، لانه حتى لو طلق بعد دخول ولو ليلة واحدة تاخد الصدق كله، فيقول للزوم. فهمت بقى؟ والله تعالى اعلى واعلم. يتخلص من كل السندات ويكتبوا مخلصة للثالث طرف، للطرف الثالث، او يشهده او بشهود، يا اما يكتب بالكتابة يا اما بشهود، شهادة شهود. المهم يعني ايه؟ يبقى في توثيق للعقد. بس ايوه، اذا كان في ايصال امانة او شيء مكتوب او شيك او شيء من هذا يدور. ايوه لا ابدا، مش شرط تقبل. ايوه لا هو اصلا مش هتتضرر. ليه؟ لان نفس المعاد اللي انت هتسدد فيه الدين هيطالبك الاخر بيه، فانا بالظبط حليت محلي فلان، هيطالبك بدل انا ما طالبك. إذا كنت أنت شايف أنه هيتضرر يبقى خد على مذهب الأحناف، والأحناف بيشترطوا قبول المحال عليه، لكن الشافعية لا يشترطوا. ولكن في وجع عند الشافعية مقابل للمعتمد زي الأحناف. والله التسويق الشبكي أنا لا أستريح له. إذا كان التسويق الشبكي تسويق بضائع فهو جائز. اذا كان لا، ما هو في صور ما تنفعش، لانه ايه ده؟ عباره عن انك انت بتجيب اتنين تلاتة يشتركوا، بيشتروا بونات كده، بون، ولما تجيب انت تلاتة تاخد نصيب مش عارف ايه، والتلاتة يجيبوا تلاتة زيهم، وده يجيب تلاتة زيهم، وفي الاخر هم ما اشتروش حاجه، اشتروا اوراق بونات فقط، ما اشتروش بضائع. فهذه الصوره كانك انت بتبيع هوا لا شيء، هذه الصوره باطله. وفي كتير من تسويق الشبكي قايم على كده، على بونات بس، بيع بونات. هو ثمنه في السوق فعلا 5000؟ اذا كان ثمنه في السوق فعلا كده يبقى ده تسويق عادي. لكن لو هو اصلا بيدي بضاعه موهومه، واخد بالك ازاي؟ علشان بس يعني يكثر عدد، وكل واحد ياخد عموله، وده ياخد عموله، وده ياخد عموله، وفي الاخر ما فيش بضاعه بالفعل، او في بضاعه ولكن ثمنها اضعاف ما في السوق، يبقى ايه؟ يبقى في الصوره دي لا تليق. والدكتور علي جمعه اظن كان افتى ايام ما كان مفتي ان التسويق الشبكي غالبه حرام بالصوره اللي هي عرضت عليه، يعني بالصور اللي عرضت عليه. واصل دي ناس عايزه تكسب وهي ما تبذلش مجهود للاسف. هو دي شيء مجهول، عايز يقعد يكسب وهو ما يعملش حاجه، من غير ما يعمل حاجه. يعني جيل التنبله عايز يكسب بالزراير وما يخرجش يشتغل، ده جيل تنبله. ودي شيء مجهول يا دكتور. ايه ده؟ اللي هو السوق الشبكي. اذا كان التسويق الشبكي ده ان انا بدلك على، بتكون متعاقد انا مع محلات معينه، بحيث لما بتاخد البون ده وتشتريه مني بيدي لك تخفيض 20%. بهذه الصورة جائز. لانه بقت سمسار. وشركات معينة، وانت بتروح على الشركة دي بتشتري البضاعة اللي انت محتاجها وانت ما انت محتاج، وبتستفيد بالبون ده او الاشتراك بتخفيض معين او بضمان معين، ان هو يديهولك بالتقسيط او يديهولك بتاع من غير ايه، من غير تفاصيل الضمانات اللي بيطلبوها في التقسيط. اذا كان بهذه الصورة فانت في توسيط سلعة، فما فيهاش حاجة. انما في ناس تشتري بون بس زي اليانصيب كده، واللي يشتري واحده ويبيع ثلاثه ياخد من الثلاثه واحده، وبعدين لما يبيع ثلاثه يجيب ثلاثه تانيين غيره وياخد من دي واحده، يلاقي نفسه اشترى واحده وكسب 1000. شغل قمار، فهمت؟ زي اليانصيب. انما يبقى في توسط سلعه ما فيش مشكله. والله تعالى اعلم. وبعدين الناس لازم تكسب بايه؟ بالتعب.
مش بالكيبورد قاعد كده الكيبورد يتكتك كده بتاعه ويقول لك انا كسبت. الشغل الغريب ده يعني الامريكاني ده اللي هو هيفسد الاقتصاد على المستوى العالمي، وبتحصل نكبات اقتصاديه على المستوى العالمي كلها بسبب ايه؟ كثره الوسائط، وكل وسيطة تاخد عمولة، كل وسيطة تاخد عمولة. حصل الانهيار الاقتصادي السبب اللي فات ده كان بسبب الحكاية دي، وشراء الحاجات اللي هي العقارات والتأمين عليها والحاجات دي كلها، فكان سبب ده. يعني ده يقترض من بنك بسعر فائدة، والبنك ده يقترض لنفس السلعة من بنك آخر بفائدة أقل، وده بفائدة أقل، وده بفائدة أقل، وتلاقي السلعة الواحدة اتباعت 20 مرة. السلعة الواحدة اتباعت 20 مرة. وفي الآخر بيحصل انهيارات. فهمت بقى؟ التسويق الشبكي بهذه الصورة دي لتتبعون سنن من كان قبلكم، حزوا القزة بالقزة، ولو دخلوا جحر رب لدخلتم وراءه. فاحنا بنمشي وراهم، كل ما يبتدعوا لنا فكرة في التجارة نمشي وراها من غير ما نقيسها على الشرع الشريف. كل ما يبتدعوا لنا شعار في السياسة نمشي وراه من غير ما نبص. كل ما يبتدعوا لنا فكرة في الفلسفة نمشي وراها. ونجري مش عارف نعمل ايه، زي ما داروين طلع لنا كده وقال ان الانسان اصله قرد. كتير من المسلمين قال لك اه النظريه الداروينيه مش مستساغه وان ما فيهاش مشكله. فما ينفعش ان احنا نهلل على كل حاجه يعملوها، لازم نقيس على قواعد شرعنا الشريف ونتخير المناسب لشرعنا والمناسب لزماننا هو اللي نستفيد بيه، لان الحكمه ضاله المؤمن. وما خالف شرعنا لا نقلدهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم. بيحكي اللي هيحصل، مش معناه كده انك انت تستسلم لهذا، بل معناه بيحذرك لا تكن ممن يتبع. فهمت ازاي؟ حتى ولو كانت غالب الأمة بقت كده، لكن انت لو انت عايز تبقى من الطائفة الناجية عليك ان تقاوم هذا الاتباع الأعمى، وعليك انك انت تميز في اتباعك لهم، فتتخير وترفض، تتخير ما يكون يناسب الشرع وترفض ما لا يناسب الشرع. سمعت. ايوه سمعت. ايوه انا سمعت. مبروك مسلم الحمد لله. مسلم مش لا مسلم بحق تمام. احنا عندنا نظام في شرعنا الشريف، اذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها او ردوها. اذا كان غير المسلم ده بيحييك في اعيادك يبقى عليك انك انت ترد تحيته في اعيادك، لان احنا مأمورين باننا اذا حيينا بتحية نرد بأحسن منها او على الاقل نردها. هو بيجي في عيدك بيقول لك كل سنة وانت طيب. ايه الشركة؟ الشركة ان تجعل لله ندا وهو خلقك، وانت بتتكلم هنا في معاملات بين البشر. هو اللي انت هتجعله اله يعني؟ لا يا جدع بلاش الكلام الوهابي اللي انت قاعد للشعب. هو كل معصيه تخليها شرك دي اسمها مخالفات فقهيه ملهاش دخل بالعقائد، دي مخالفات فقهيه. احنا مالنا لا قيامه ولا غير قيامه، احنا مالنا احنا مالنا. وانا ما بقول له كل سنه طيب معناه ان انا بايده في كل ما يقول. طب ما اي عيد، ما هو نظرته لسيدنا المسيح غير نظرتي خالص. ده هو نظرته لسيدنا المسيح انه مش رسول ولا عبد لله ورسوله، ده نظرته ليه اله. لكن احنا بنحييه لان هو اذا حياني بتحيه انا احييه. هو بيقول لي كل سنه طيب في مناسباتي، انا اقول له كل سنه طيب في مناسباتي، واخد بالك؟ وانا كون ان انا بقول له في مناسباتي معناه ان انا موافق على عقيدته؟ لا، دي من باب حسن العشره، من باب حسن العشره فقط. فالحكايه بسيطه يعني، والله تعالى اعلى واعلم. مش قضيه يعني. يعني لما يجي يقول لك سلام عليكم مثلا، اما اليهود كانوا بيقولوا النبي السلام عليك كمان، كان يقول لهم ايه؟ وعليكم. ولا كان بيقوم يضربهم ولا يتف في وشهم؟ بيقولوا عليكم. لا قالوا عليكم وسكت. لا هو ما ابتداش، هو قالوا عليكم وخلاص صلى الله عليه وسلم. النبي كان جميل، كان 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 اخلاقه حلوه، واخلاقه الحلوه دي اللي خلت الدعوه تنتشر. انما مش معقول هو مثلا في عيدك يقول لك كل سنه وانت طيب، وانت في عيده تبص تتف في وشه. ما ينفعش.
يعني تبقى مسلم ازاي بقى؟ ها؟ اذا كان لا يبارزك بالعداوة، واخد بالك ازاي، وهو بيحسن معاملتك وبيقف جنبك في الشدائد وهو جارك وشك في وشه كل يوم، واخد بالك، يبقى لازم تحسن معاملته. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. فطالما لم يعاديك في دينك ولم يخرجك من ديارك ويحب لك الخير، ولما تعي بيسأل عليك ولما بتفرح بيبارك لك، خلاص. ليه ده تعادي بقى؟ تعادي اللي هو بيعاديك مثلا، والله تعالى اعلى واعلى. والله اللي يروح الكنيسه والحاجات دي المناصب السياسيه، علشان ايه؟ من باب تاليف القلوب. لا، لو مش مناصب سياسيه ما يروحش، ما يدخلش الكنائس. انا اهو قربت ادخل على 60 من عمري، عمري ما دخلت كنيسه لحد دلوقتي، ولي اصدقاء كثيرين جدا مسيحيين اطباء، ويعرفوني وبيباركوا لي وبيبعتوا لي مسجات وكل حاجه، وما فيش احلى من كده علاقه، واخد بالك. لدرجه واحد صاحبي كان مسيحي متربي معايا واحنا في اعدادي وثانوي، كان اسمه اشرف غبريال، وكنت اروح اذاكر عنده في بيته وهو يجي يذاكر عندي في ثانويه عامه، وبعدين سافر ايطاليا بعد الثانويه العامه وغاب سنين طويله، وبعدين لما رجع من ايطاليا بعد 15 سنه او اكتر من 20، يمكن حوالي 20 سنه، اتجوز، ولما حب يطهر ابنه يختنه دور على عنواني، وجاء انا لازم اختن له اسمه اندرو، وجابه لي وطهرته له وكل حاجه، وعارف ان انا ملتحي وبتاع. وكنت لما بذاكر عنده في بيته، في بيته كان يسمع اذان العصر يقول لي خش اتوضى ويجيب لي المصليه، عندهم مصليه. طول عمر المسلمين عايشين كده، ما عندناش حكايه. وكنا نقعد نهزر مع بعض وكل حاجه، اقول له انتوا ازاي تقولوا على سيدنا المسيح كده؟ يقول لي احنا اتعلمنا كده، مالناش دعوه، معلش. اقول له خلاص، ونقعد نضحك ونكمل مذاكره وخلاص. طول عمرنا كده، طول عمر المصريين كده على فكره. دي شغل امريكاني، لعبه امريكانيه عايزه تثير الفرقه وتجعل الخلاف العقائدي عداوه. احنا عندنا الخلاف العقائدي مش عداوه على فكره، لكم دينكم ولي دين، ونتعاون مع بعض ونتاجر مع بعض ونعيش مع بعض، وفي عقد ذمه وكل حاجه. يعني الخلاف الديني لكم دينكم ولي دين حليناه، وبعد كده نتجوز منهم وناكل ذبائحهم ونتعامل معاهم في التجاره وكل حاجه. ادي طريقه المسلمين طول عمرهم كده. بنتجوز من المسيحيين ونتجوز من لا ننصح بانك تتجوز، لكن يجوز شرع ولا يبقى زنا؟ يعني لو واحد مسلم راح يتجوز جارته المسيحيه تقول ايه على العقد ده؟ عقد صحيح ولا باطل؟ صحيح. كونك بقى تنصح انك تعمله او ما تعملوش دي مساله خاصه بيك، لكن احنا بنتكلم على الشرع الشريف. الشرع اوسع من اختيارات الافراد، شرعنا اوسع من اختيار الافراد. ما هو لا يجوز ليه بقى؟ لان تملي الرجل ليه القوامه، فلو الرجل تزوج امراه مسلمه هيأذيها في دينها، فهمتني ازاي؟ لكن انت المسلم ما بيأذيش حد في دينه، لان دينه ينهى انه يأذي حد في دينه، فاحنا ضامنين ان احنا مش هنأذيها في دينها، لكن هو دينه ما بيمنعوش انه يأذي غيره في دينه. بالاضافه لان الابن بيطلع تبع الاب في حيث الديانه، واخد بالك ازاي؟ ولكن لو حدث خطأ ما، وواحده ما تعرفش الاحكام في اوروبا اسلمت وفضلت مع جوزها المسيحي لانها ما تعرفش الاحكام، هي اسلمت وجوزها فضل المسيحي وبيروح الكنيسه وهي بقت تروح الجامع، وما تعرفش ان الاسلام يحرم علاقتها بزوجها، فضلت عايشه كده وانجبت منه، ايه الحكم الشرعي؟ ولادها اللي انجبته منه ياخدوا حكم الاسلام، يبقوا مسلمين، لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، ويفرق بينهما بمجرد معرفه القاضي بالمساله. وما فات من علاقات لا يوصفها الشرع انها زنا، بل يسميها ايه؟ يسميها، لان في شبهه عقد، فهمت ازاي؟ يسموه وطئ شبهه. فالحكايه قضيه بسيطه يعني، ما نعملهاش. هو الاسلام طول عمره قضاياه مع غير المسلمين محسومه، وهي اولا علاقتك بغير المسلمين، اما ان يكون حربي او معاهد او ذمي، واخد بالك ازاي؟ خلاص، يا اما معاهد يعني في بلد وبيننا وبين عهود، يا اما ذمي عايش معانا بيننا الذمه والرحم، واخد بالك ازاي؟ يا اما محارب فعلاقتي بيه علاقه حرب، يبقى عدو، فهمتني بقى المساله؟ فهي الحكايه كده. ف
فما نخليش بقى الذم اللي هو عايش معايا في البيئة وبنلعب مع بعض واحنا اطفال وكنا مع بعض في المدرسة ودخلنا الكلية مع بعض وعارفين بعض طول عمرنا تعامله معاملة المحارب. ما ينفعش كده عك. واللي بيقولوا السلفية دول عكاكين مش فاهمين الاحكام. ما هم كفروا اصلا المسلمين فمش هيعاملوا الكفار بطريقة وحشة اذا كان المسلمين بيكفروه. فدي صورة وحشة للاسلام. يعني الافكار بتاعتهم دي وطريقتهم في تطبيق الشرع الشريف دي صورة قبيحة للاسلام تناسب التفكير الامريكاني للاسلام اللي هي عايزة تشوهه وعايزة تبرزه انه هو ده الاسلام. وامريكا فرحانة بيهم جدا وبتخليهم تستضيفهم وتخليهم يمسكوا قيادات الامم الان. لان صورة قبيحة للاسلام. والاسلام الامريكاني يوافق هذا الفكر. لكن الاسلام الحقيقي تلاقي اسلام فيه حسن خلق وحسن جوار وحسن عشرة. وبناء على هذا انتشر الاسلام بحسن العشرة اكتر من انتشر بالسيف. احنا سايبين السيف والحرب من اجل الاسلام بقالنا كم قرن قرون في غزوات وما زال الاسلام ينتشر في اوروبا وفي امريكا. يعني بينتشر بحسن العشرة وبقوة الحق اللي في هذا الدين. فالحكاية بسيطة. ما نقضيش وقتنا بقى كل شم نسيم وكل عيد قيامة في الأسئلة المقيتة دي اللي دمها تقيل. وبتوع الصحفيين يحبوا قوي يسيروا هذا ويكتبوا كل يوم. ما ينفع. ما بيحرموا حلاوة المولد برضو. في المولد النبوي بيسميها أصنام المولد. خلاص ما يجراش. وأنا ما باكلش فسيخ لأني ما بحبوش. لكن لو ولادي بيحبوا الفسيخ سيبهم ياكلوه. ايه المشكله يعني؟ ما هو ده حاجه حلها ربنا. ايه اللي يحرمها؟ دي حاجات عادات المصريين اتعودوا. بس يا سيدي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.